الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة في الدنيا وفي الآخرة مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل مجموعة من أسئلة إخواننا واستفساراتهم. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. ألو. أي نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أنا أخوك في الله أيمن. مرحبا يا أخي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وفرحان جدا أن أنا هسمع صوت حضرتك. الله يرفع قدرك. ربنا يكرمك يا رب ويزيدك من علمه. آمين. ويجعله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. آمين آمين. وألف مبارك على قناة الرحمة. ربنا يبارك فيكم. حضرتك عايز استفسر بس عن فيه جماعة اسمها الأحمدية. في لهم قناة كده في التلفزيون، فلاحظتها أنا كتير يعني. أيوه. تتبعت يعني كلامهم وكده، فأنا مستغرب على كلامهم. هل دولت يعني، عايز حضرتك تفصلنا دول إيه؟ طيب، فينا فكرة عنهم، عشان أنا حاسس إن في ناس كتير يعني هيبقوا يعني هيتبعوهم أو الكلام دوت، لأن أنا حسيت إنهم بيحاولوا يقنعوا الناس بأي طريقة إن هم صح. طيب حاضر، أنا أعد. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك ويعلي مربك يا رب. عزك الله. ربنا يرفع قدرك. ربنا يخليك لينا يا شيخ. الله يسترك. ودعاك لي والنبي إن أنا بطل السجاير. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يعينك على ذلك. ربنا يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. ربنا يخليك. كرمك الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ محمد. أي نعم، تفضل يا أختي. أنا عايزة أسأل حضرتك بس معلش كم سؤال. نعم. وانا ليا جوزي شغال عنده محل ملابس، بس نعم. هو مأجره من واحد. زوجي عنده ايه؟ محل ملابس. اي نعم. مأجره من واحد، وواحد مأجره من واحد تاني. ومن غير العلم صاحب البيت طبعا، صاحب المحل. نعم. هل هو في اسم عليه؟ طيب حاضر. ماشي. الحاجة الثانية، انا لسه منتقبة بقالي اقل من شهر بفضل حضرتك يعني. ربنا يبارك فيك. تفضل. الله. عايزة حضرتك بس تدعي لي كده وتقول لي، عشان انا يعني جوزي بيتفرج على التلفزيون برضو خفيف كده وبقعد معاهم بيتفرجوا عليه، انا كده عليه اسم. ربنا يثبتك. انا ما بتفرجش على افلام ولا اي حاجة الحمد لله دلوقتي، على قد ما بقدر خالص يعني. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا، وان شاء الله يعني الزوج كده ينصح بالراحه وربنا يشرح صدره. هو ملتزم، ولكن برضو يعني حته التلفزيون دي لسه والكوره يعني. طيب حاضر. ماشي. وفي حاجة تانية برضو، يعني بنتي بتتفرج على الكرتون، في حاجة في أفلام الكرتون الحاجات دي؟ طيب حاضر. ماشي. ومعلش، هي طفلة، أنا عندي أربع بنت عندها أربع سنين وطفلي رضيع، بأثر شوية في صلاة الفجر. لا دي لا، فيعني بنام الساعة 3 ساعات بسببه، ما أقدرش أقوم للصلاة. اجتهد ان شاء الله. طيب ساجيبك، بس اجتهد يا اخت، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. وانا ممكن بس يعني في بالنسبه لعيد ميلادها، انا لو جبت لها تورتايه واحتفلت بيه يعني وفرحتها، ده برضو فيه غلط؟ حاضر. مش متشكره قوي شيء. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. وياكم الله يحفظك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فضيلة الشيخ، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ إني نحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه. الله يكرمك ويبارك فيك. آمين. ويشرح صدرك الإيمان. آمين يا رب. آمين آمين يا رب. سؤالي، والله حضرتك طبعا يعني أمتعتنا بالأحاديث النبوية الشريفة بالنسبة للرقية الشرعية. نعم. في بعض علماء كتير بينكروا الموضوع ده. بينكروا الرقية؟ يعني بيقولوا إنه ما يصحش حد يعني يقول يرجع حد يعني. طيب حاضر. فحضرتك يعني تقولين هل هم لهم دليل؟ طيب حاضر. وبعدين السؤال الثاني، حضرتك الصحابة اللي انت قلت انكروا بان الفاتحة تكون ام الكتاب. نعم. هل هم عندهم دليل بذلك؟ جميل جدا. حاضر. الله يكرمك والله ويشرح صدرك للإيمان وتمتعنا بالكلام الجميل بتاعك في تفسير القرآن. ربنا يبارك فيك. يا رب يبارك فيك يا رب. أعزكم الله. الله يكرمك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أقسم كاتب. تفضل. ألو. أي نعم. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. معلش أنا أسفة والله، أول مرة أكلم حضرتك. مبسوطة جدا، مش عارفة أتكلم إزاي. ربنا يسترك. تفضلي. ربنا يسترها معك يا رب. جزاك عننا كل خير. آمين آمين. الحمد لله، أول مرة في حياتي يا شيخ أكتب وأفهم في نفس الوقت.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا، بشرك الله والخير، يعني ربنا يجزيك عننا كل خير فعلا. اللهم امين يا رب، اللهم امين. طب ممكن اسالك سؤال معلش يا سيدي؟ اتفضلي يا اختي. دلوقتي انا الحمد لله بقيت دخلت في الالتزام الحمد لله، بس في مشكلة عندي. انا لسه انسه وكده، بس غصب عني ممكن افكر بقى ايه الدنيا بتشغلني شوية في حتة زوج واولاد. طيب حاضر يا اختي. هل ده في مانع مع حفظ القرآن وكله؟ طيب حاضر، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ربنا يخليك لنا يا رب. امين واياك. ربنا يخليك لنا يا رب والأمة كلها يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب، والله العظيم بدعي لك اكتر ما بدعي لاخواتي واهلي، والله العظيم. جزاكم الله خيرا، ربنا يخليك يا رب ويجازيك خير يا رب دنيا واخر يا رب، ويبارك لك في اولادك جميع اجمعين يا رب. امين امين، ربنا يبارك فيك يا اختي. والله يا شيخ انا نفسي بالله عليك، انا عندي مشكله كبيره قوي عايز احكيها لك، ربنا يخليك. نعم. طب ممكن مش عارفه ده طويله قوي والله العظيم يا شيخ، مش انا طيب لسه حضرتك بقالي شهور. حضرتك بعد 10 دقائق من انتهاء الحلقه اتصل عليه وانا ان شاء الله اسمعك. بس حد بالله عليك هترد عليا يا شيخ؟ حاضر، على نفس الرقم ده ان شاء الله. ربنا يخليك، بس بالله عليك ترد عليا. حاضر حاضر، اشكرك الف شكر. الله يبارك فيك، الف شكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استقبل اتصالا اخيرا، انا يعز علي ان اترك اخواني واخواتي على الهاتف. الله، السلام عليكم. ايوه فندم. السلام عليكم، تفضل فندم. اي نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه فندم. مع حضرتك، تفضل. شفتني يا فندم؟ الو، اتفضل اسمعك. الو، اي نعم، تفضل يا اخي حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد معي؟ اي نعم معك. لا سمعت يا شيخ محمد، تفضل. دلوقتي فيه، انا سمعت في برنامج بيتكلم بيقول هل فيه في اغتصاب للمرأة بالنسبه للزوج؟ هل في ايه؟ الزوج، هل في ايه؟ اغتصاب للمرأة بالنسبة للزوج، هل ممكن الزوج يغتصب مراته؟ كيف ذلك؟ هذا كلام غير عجيب. طيب حاضر يا اخي، اجيبك. سمعت برنامج يا شيخ، كان في اثنين حريم شيوخ، ومعهم واحد شيخ محترم كان بيتكلم في المشوار بيهم. طيب حاضر، ان شاء الله اجيب باذن الله. ربنا يبارك فيك ويكرمك رب العالمين. الله يسعدنا وياك، ربنا يشرح صدرك ويثبتنا وياكم ويسترنا وياكم في الدنيا والاخره. أعتذر اعتذارا شديدا جدا لإخواني وأخواتي على الهاتف، لأن الوقت قد أزف، ووددت أن لو يعني جلست لأستمع إلى أسئلتكم فقط، لكنكم تريدون الجواب. أسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمني وإياكم، إنه على كل شيء قدير. طيب، أشرع في الإجابة على الأسئلة من الحلقات الماضية، وأستهل بهذا السؤال الجميل: هل هناك كفارة للرياء وكيف أتوب منه؟ هذا سؤال جميل، إن دل فإنما يدل بإذن الله تبارك وتعالى على عزم صاحبه في العودة والتوبة إلى الله عز وجل، وهذه التوبة هي كفارة الرياء، هذه التوبة من الرياء هي كفارة الرياء. لا كفارة للرياء إلا ذلك، أن تندم على ما مضى من أعمال الخير الذي أردت بها الغيرة ولم ترد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حد الرياء. فحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير. فالرياء كما قال علماء اللغة راء مراءة ورئاء ورياء، أي أظهر للناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما هو عليه، والرياء يحبط العمل. والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، أحدث أي ابتدع، من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد،
رد أي مردود على رأسه، يعني لا يقبل الله جل وعلا منه هذا العمل. والرياء أيها الأحبة وأيها الإخوة الأخوات، أسأل الله أن يحفظنا لكم، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم أهل الرياء، أهل الرياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث طويل في صحيح مسلم لا يتسع الوقت لذكره الآن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن على أي حال أقول كفارة الرياء فيما مضى أن تندم على هذا الفعل، وأن تعزم عزما صادقا خالصا على أن تعمل العمل تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، وفكر كثيرا في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة، فمن أعظم الأسباب التي ستعينك على تحقيق الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. بمعنى أن قلب من ترائي بيد من عصيت، اعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت، وهو جل وعلا وحده القادر على أن يقلب القلوب بالحب والبغض، فاعلم أنه لن يحبك أحد إلا بأمر الله جل وعلا، ولن يبغضك أحد إلا بتقدير الله جل وعلا، فما وقع شيء في الكون إلا بتقديره وأمره سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله الذي يملك القلوب ويملك ويدبر أمر الكون ويدبر أمر الخلق، ولا تعلق قلبك بالمخلوقين. أنا أود أن أقول لك أخي الحبيب، من حرص على أن يرضي الخلق سيمزق سيشتت، لأن إرضاء الخلق غاية لا تدرك أبدا ولن تدرك بحال من الأحوال. فلا تنشغل بالخلق وانشغل بالخالق سبحانه وتعالى، واعلم بأن الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يبعدوك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، واعلم أن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا على ذمك وبغضك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فعلق قلبك بالله جل وعلا وانشغل به سبحانه وتعالى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله ومن أرضى الناس بسخط الله ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء الله به. ففكر في عواقب الرياء، فهذا من أعظم الأسباب التي تعينك بإذن الله تبارك وتعالى على دفع الرياء عن قلبك. ثم اجتهد في أن تخفي بعض الأعمال التي يحل لك الشرع إخفاءها، يعني لقد جوز الشرع إخفاء بعض الأعمال كصدقة السر مثلا، كالبكاء في الليل من خشية الله، كالقيام بين يدي الله، كالتململ والتضرع والتذلل بين يديه، كتململ العصفور المبلل بماء المطر. ما شرع لك الشرع أن تخفيه من أعمال اخفيه بنية أن تدرب قلبك على الإخلاص في عمل العلانية. لو تدرب قلبك على الإخلاص في السر أصبح القلب مدربا على الإخلاص في عمل العلانية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك، وأن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن أجيب على سؤال أخينا الفاضل المتعلق بحلقة الليلة، لأنني سأقدم الأسئلة إن كانت مرتبطة بحلقة الليلة أو بالموضوع الذي نحن فيه. يقول الأخ الكريم جزاه الله خيرا: هل عند من أنكروا الأول الرقية الشرعية، أنه متعلق بأن الفاتحة هي الرقية، يقول بأن هناك من أهل العلم من ينكرون الرقية الشرعية ويقولون بأنه لا يجوز لأحد أن يرقي أحد أن يرقي أحدا. هذا كلام خلي بال حضرتك محتاج إلى تفصيل، لأنه له وجاهة، له وجاهة. بمعنى لا ينكرون الرقية الشرعية بالكلية، لا يستطيع أحد أن ينكر الرقية الشرعية بالكلية، لأنها ثابتة، لأنها ثابتة بنص السنة الصحيحة كما بيّنت. وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مزيدا من هذا في فضل الاستعاذة، وأنا أفسر الاستعاذة في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنني سأفسر قبل الفاتحة الاستعاذة والبسملة، وسأبين أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الاستعاذة، وسأبين لحضرتكم فضل الاستعاذة. الشاهد أنهم لا ينكرون الرقية بالكلية، لا يستطيع أحد أن ينكر الرقية الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وفي الحديث الذي ذكرته في الصحيحين من حديث أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية، لقد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. الشاهد أن أخانا الحبيب ربما يكون
قد فهم من هؤلاء العلماء الذين أنكروا أن يطلب أحد الرقية من أحد، إن كان قد فهم ذلك فهذا فهم صحيح، وطرح علمائنا أيضا طرح صحيح، لأن هذه من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم لا يطلبون الرقية من أحد. خلي بالك من التأصيل، ده تأصيل في غاية الأهمية. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم، يعني وهي في طريقها إلى الجنة، فرأيت النبي ومعه الرهط ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم نهض فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، أي في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: هم الذين لا يسترقون. ففهم حضرتك فهم صحيح بهذا الضابط، لا يسترقون يعني إيه؟ يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لكن خلي بالك هم لا ينكرون الرقية ولا يرفضونها إن تقدم بها إليهم أي أحد. واضح الكلام ده؟ لا يسترقون، هو ما يطلبش لأنه تجاوز قنطرة الطلب من غير الله، ده هيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ليه؟ وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال: انت منهم. يبقى عاوز حضرتك بس تفرق بين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من احد، لكنهم لا ينكرون الرقية ولا يرفضونها ولا يردونها اذا تقدم بها اليهم اي احد. لقد رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب رسول الله الرقية منه، بل نزل جبريل ورقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ورقت ام المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يطلب الرقية بأبي هو وأمي. ففرق بين من يطلب الرقية وهذا إنسان مسلم عادي ليس صاحب همة عالية، لا يريد أن يكون أو لا يفكر أن يكون مع أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء تجاوزوا قنطرة السؤال من غير الله، لا ينزلون حوائجهم إلا بالله لأنهم على ربهم يتوكلون، فهم لا يطلبون الرقية من أحد ولا يطلبون الكي من أحد ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لا تشاءمون، يعني كان أحدهم إذا أراد السفر يطير طيرا يمنة، فإن طار الطير يمنة تفاءل بسفره، وإن طار الطير شمالا تشاءم بسفره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا طيرة في الإسلام، وقال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، أي إلا ويجد هذا، لكن يذهبه الله بالتوكل. فلا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بهذا الفهم أرجو أن يكون الجواب واضحا لأخينا الحبيب. أما بالنسبة لعلمائنا أو للأئمة الذين أنكروا أن تكون الفاتحة يعني أم الكتاب، فأقول: لا دليل معهم، ولقد ذكرت الأدلة بفضل الله تبارك تعالى في أحاديث صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سمى الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب. انتهى الوقت، وأعتذر لحضراتكم اعتذارا بالغا، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في برنامج الفتاوى لمدة 2 ساعتين كاملتين، أسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده وأن يرزقنا السداد التوفيق. وسيكون لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا من 9:45 مساء إلى 9:45 مساء، وأسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. خالص دعواتي
وشكري لكل أحبابنا وإخواننا الذين يدعموننا بكلماتهم الرقيقة ورسائلهم العذبة المهذبة الوقورة المحترمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا في صحائف حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وأن يجمعني بكم في الآخرة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.